انما كل واحد بمجهوده يقدر يخش جوه السيركل ويطلع. المدرب بيطلع واحد، والمدرب يثبت في مكانه اثنين بمجهوده. دول حاجتين مهمين جدا. حضرتك لو ما بنيتش نفسك دلوقتي هتجيلك الفرصه لما تيجي تمسك الفرقه هتقع بيها، مش هتجيلك فرصه ثانيه. يبقى انت حضرتك في مرحله البناء لازم تبقى عندك قاعده من المعلومات عشان لما تجيلك الفرصه تعلى. وكلمه تعلى ليك دافعين، اما دافع شخصي لنفسك ان انا ابقى كويس وعندي داتا وبشتغل بفكر معين، او دافع مادي. انا باخد وانا ماسك 12 سنه باخد سي مبلغ، وانا 14 هاخد مبلغ، وانا ماسك درجه اولى هاخد مبلغ. يبقى انت عندك اثنين دوافع، فانت المستفيد. فالقصه كلها عايزه ان انت تشتغل بداتا. وعشان برضه ما نتكلمش شغل بتاع التربيه الرياضيه، هو ان المحاضره ليها جزئين، ممكن اتكلم كلام نظري بتاع التربيه الرياضيه بتاع المحاضرات اللي عندنا في الكليه، بعد 10 دقائق ربع ساعه حضراتكم هتقوموا تمشوا. ليه؟ لانه كلام نظري ملوش مجال تطبيقي. وزي ما بقول لك دكاتره التربيه الرياضيه بيتكلم نظري وبس، وكلام في الواقع مش مظبوط. فانا حاولت في المحاضره دي انا هتكلم لغايه ما تقولوا لي احنا كده تمام وكفايه، ان انا اعمل ميكس بين النظري والعملي. يعني الناس اللي ما عندهاش داتا تشتغل بيها نشتغل، يبقى عندها داتا تاخدها وتاخد داتا تشتغل بيها في الملعب. قدرنا نتوصل لكده معلومتين ثلاثه، طبعا نظرا لضيق الوقت وبتاع، فانا هتكلم في اربع خمس موضوعات بسرعه كده يمكن يفيدوا حضراتكم. طيب الجزء الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه حضرتك عشان نيجي نشتغل في التدريب، عندك اربع جوانب لازم حضراتكم تبقى، يعني مهم جدا تبقوا عارفين ان الداتا تبقى موجوده في كل حاجه على النت. يعني انا لو دخلت على جوجل دلوقتي رحت كاتب ترانزيشن ديفنس دريلز هيدي لك 1000 دريل ترانزيشن ديفنس. عندي مشكله في سكرين بول في الديفنسات، اروح كاتب سكرين بول في الديفنس هيجي لك 500 حاجه. عايز العب زون 1-1 1-1-3 مثلا زون هيجي ماتش اب. المشكله فين دلوقتي؟ غير اجيالنا، من زمان لما يجي لنا كتاب باسكت يبقى بالنسبه لنا ده حدث. يعني ده نقعد نخبي ونقعد الدكاتره يترجموا وبتاع وبالنسبه لنا حدث كبير. دلوقتي ازاي تنظم المعلومه وازاي تطبق المعلومه على فريقك؟ يعني مش كل معلومه تعرفها تقدر تطبقها على فريقك، ومش كل معلومه تاخدها تروح تطبقها في ساعتها، لان ساعتها ممكن ده مش وقتها. هي معلومه كويسه بس مش وقتها. فمهم جدا تبقى عارف تنظم المعلومات وترتبها وتعرف المستوى اللي انت ماسكه موجود هتقدر تشتغل بيه ولا مش تشتغل بيه. طيب فاللي قدام حضراتكم دولت، عشان حضرتك تبدا تشتغل لازم حضرتك تشتغل في الاربع جوانب دول: اعداد بدني، اعداد مهاري، اعداد خططي، واعداد التربيه والنفس. ده مهم جدا. بقول لكم يا شباب هتقعدوا كويس تمام، يا ابو حميد هتقعدوا كويس تمام، مش هتقعدوا، احنا هنا مش في الكليه، ممكن حضرتك تمشي. يعني اللي حضور مش كبار. تمام كده؟ انا بس يا جماعه انا بقول لكم يعني اللي عايز يمشي في اي وقت يرفع ايده ويستاذن مصر. طيب ما انت عشان حضرتك مش دارس مراحل النمو في ال 16 وال 18 الناس قربت. زي ما حضرتك كده تيجي تلعب مثلا واحده في المنيا او في ال 12 او في ال 11 تلعبها بظهرها على اساس ان هي بيفوت. تيجي تكبر ما ينفعش تلعب بيفوت، يبقى انت خلصت عليها. ففي حاجات مهمه جدا لازم تبقى داتا عارفها تبني عليها. تمام؟ فانا بستاذنكم ان انت عندك الاربع حاجات دولت. طيب عشان نبني في الاربع حاجات دولت لازم عندنا علوم في الرياضه، لازم يبقى عند حضرتك داتا في العلوم اللي قدام حضرتك. يعني حضرتك الاصابات اللي انت حضرتك خدتها دي من غير ما يبقى عندك نبذه، يعني نبذه في علم التشريح، تعرف ايه هي العضله تركيبها ليه، تعرف ان ليها منشا وانتجام، تعرف ان ليها انقباض وانبساط وليها عمل، وتعرف ان انواع الانقباضات العضليه ليها كذا انقباض. ومش لازم تبقى تربيه رياضيه عشان تبقى عارف المعلومات دي، لا مش لازم. لازم يبقى عندك نوع من انواع الثقافه. ليه؟ لان انا لو انا دكتور انا عايز المواصفات الاولانيه، اعمل تاج، اعمل كذا، اعمل كذا، وفي دكتور. بس مش عايز اروح جامد قوي، مش عايز الدكتور يعني ميديكال تبقى انت جامد، لا تبقى عارف مبادئ عشان لما تيجي تتكلم مع اللعيب يحترمك. لما تيجي تخش جوه الجيم تقول له العضله كوره الستريبس ديت، الاسترتشات بتاعتها كذا، والانقباض بتاعها كذا، وانت حضرتك بتعمل الاسترتشات بتاعتها كذا، هيحترمك، يبقى انت اشتغلت في جزء التربوي للنفسي. انما هتقول له من غير ما تفهمه بعد فتره هتلاقي الموضوع بالنسبه لك فيزيولوجيا اللي هنتكلم فيها شويه. لازم تبقى عارف في علم الحركه، لازم تبقى عارف في علم النفس الرياضي، في علوم التربيه، في علم الاجتماع، في الاداره الرياضيه. مثلا في الاداره الرياضيه
جالك جدول، بصيت في الجدول كده انا واخد رابع، قال الترتيب ده كده انا الجدول ده غلط. الترتيب ده انا الرابع المفروض اول العب اول ماتش مثلا مع الاول، لقيت الرابع هتلاقيك مثلا بتلعب الثالث. كاداره كتنظيم اداره الكلام ده غلط، المسابقه دي فيها حاجه غلط، فلازم تبقى عارف عشان ما حدش يقدر يعني ايه يوديك في حته مش بتاعتك. الحاجه الثانيه علاقتك بالنشاط الرياضي، علاقتك بالمدرب زميلك، علاقتك بالمدير الفني، كل دي حاجات. لو انت شغال في الباسكت 100% وما عندكش الحاجات دي، حجز الاتوبيس، الاداري، الدكتور، لو ما عندكش المعلومات دي الموضوع يبوظ منك، يبقى عندك مشاكل. طيب احنا عندنا في عشان ناخد نبذة برضو في جزء الفسيولوجي الرياضي، في الفسيولوجي يعني بنتكلم في وظائف الجسم، عندنا جزئين في الجزئيه دي. الجزء الكبير بتاعنا هو علم البيولوجي. البيولوجي هو انت بتدرس الحياه، اي حاجه فيها حياه ده بيولوجي. عندك شقين بتشتغل عليهم، شق تشتغل على وظيفه ده فيسيولوجي، شق تشتغل على الشكل ده مورفولوجي. ادي معلومتين مش عايزين اكتر من كده. اكتر من كده نبقى في الكليه نبقى نتكلم فيهم. يبقى انت عندك حاجتين عايز تتكلم فيهم، فيسيولوجي وظيفه، مورفولوجي عايز تتكلم في الشكل. طيب نربط بقى الفيسيولوجي بالتدريب، نبدا نتكلم في الفيسيولوجي في التدريب. انت حضرتك اي حركه بتعملها ليها تاثيرات على اجهزه الجسم، فاجهزه الجسم دي فانت لازم تعرف التاثير بتاع التدريب اللي بتعمله ده تاثيره ماشي ازاي. عندك تاثيرين لازم تبقى عارفهم. التاثير الاول استجابه، والتاثير الثاني تكيف. اي حضرتك حركه بتعملها انت جريت في المكان يحصل حاجه اسمها ريسبونس، استجابات. زي ايه؟ نط يزيد، عرق يزيد، تمام؟ التعب، قدراتك تبدا انت حضرتك تتعب بعد فتره. طيب لو انت بتشتغل جري في المكان لمده دقيقه، سبت 2 4 سبت 2 4 سبت 2 4 بعد فتره تتعب ولا ما تتعبش؟ ما تتعبش. ليه؟ لان حصل عمليه ادابتيشن، عمل تكيف، وهو ده اساس التدريب. امتى تدي مثير يبدا اللعيب يتعب شويه، وطبعا ليها مبادئ، يتعود تغير، تعود تغير، يحصل عمليه التكيف. التكيف ده زي مثلا ايه؟ يقول لك مثلا عدد ضربات القلب تقل، دي اسمها اقتصاديه في الجهد. يعني انت لعيب قاعد يعمل 3 كوارتر وهو بالنسبه له ما عملش حاجه، وواحد يعمل اول كوارتر وهو عمل كل حاجه تعب. فده مهم جدا انت في عدد ضربات القلب تقل، ان يحصل ان القلب يبذل مجهود وهو في اقل درجات المجهود بتاعه. ادي جزئين. طيب اللي انا عايز نفهمه عشان نخلص القصه دي، انت عندك جزء فيسيولوجي وجزء مورفولوجي. الاستجابات بتاعتك عندها ريسبونس او تكيف. انت التمرين اللي بتعمله استجابت ايروبيك هوائي ولا انا ايروبيك لا هوائي؟ تمام، لازم تبقى عارف. هل الفتره دي انت بتشتغل في احمال هوائيه ولا اشكال ولا شكل لا هوائي؟ هل شكل المسابقه بتاعك هي 2 في الاسبوع ولا 1 في الاسبوع؟ وانت مستوى فرقتك ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا النادي الاهلي، انا داخل في بطوله، انا عارف ان في بطولتي 1 2 3 هم دول اقوى ناس. ما ينفعش اوصل الحمل بتاعي او درجات الاستجابه والتكيف بتاعتي على اول الموسم. ما ينفعش، ليه؟ لان انا المفروض لما يجي لي الجدول عارف ان الفاينل تقريبا هيبقى في شهر 1. يبقى انا بعمل البرنامج بتاعي ان انا اوصل للتوب فورم بتاعي على 1. واحد يقول لك ده في اول الموسم مثلا، مثلا ده النادي الاهلي خسر هنا من الزهور، يا نهار اسود ومنيل، خسر من الزهور ازاي؟ طيب ماشي اوكي. اللي بقى دي لغايه ما توصل للحته دي انت مهم تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه. طيب فرضا عشان كابتن خالد موجود، بس اجيب سيره الزهور عشان هو ممكن ما يجيش. ماشي اهو براحتي يعني. تمام تمام. فرقه الزهور، لو انا ماسك فرقه الزهور، لو انا وصلت التوب فورم بتاعي في شهر 1 ان شاء الله عندي في بيتها. ليه؟ ان انا عايز اعدي الدور التمهيدي والسيمي فاينل، والفاينل بقى ربنا يسهل. يبقى انا البونة بتاعي في الدور التمهيدي. هل البرنامج بتاعي هو برنامج الان؟ لا. هل الجرعات التدريبيه تفرق؟ اه تفرق. هم بادئين منين بقى؟ وده اللي هنتكلم فيه. يبقى احنا كده خدنا 4 معلومات في الفسيولوجي. سهلين كده يا جماعه؟ ما فيهمش مشاكل. طيب الفسيولوجيا الرياضة بيتكلم في النقط ديت، لازم حضرتك تبقى عارفينها كويس. أهم حاجة حضرتك ما تعورش الولد، يبقى عندك نوع من أنواع الوقاية الصحية للناس اللي بتلعب. يعني إيه؟ حد جاي من الامتحان طلعت في دماغك تعمل سبرنتات، جالها
جاله شد او مزق اتعور. المشكله مش في التعوير، المشكله ان البرنامج التدريبي بتاع حضرتك حصل فيه دروب. ليه؟ لان هي معنى ان هي اتصابت او الولد اتصاب، البرنامج بتاعك اللي ماشي ده هوقف عنده. لما يجي يرجع لا يمكن يرجع في الحته اللي فوق، انت لازم ترجعه من الاول. ادي حاجه. الحاجه الثانيه عندك مثلا بتشتغل، انا كنت بشتغل في 14 سنه في نادي اليوبيس، كنت بشتغل انا وطفل حسن كده، كنا بنشتغل 2:30 الظهر و3 الظهر في عز الايام، يعني كانت الدنيا شمس وكده وبنشتغل. يجي مثلا حد عايز يشرب، تمام، تقول لك لا ما انا راجل دكتور بقى بالجزمه كله واقف على الخط، تمام. طيب حضرتك العرق اللي طلع ده زود لزوجه الدم، معنى كده ان لازم كل 10 دقائق الناس دي تشرب. مالهاش دعوه حضرتك دكتور مش دكتور، ده ليه؟ لان التدريب في الجو الحار بيزود العرق، فلازم تعود حضرتك تزود الميه. الميه دي ازاي؟ ان حضرتك تشرب ميه. طيب واحد هيقول لي كل 10 دقائق اطلع الناس تشرب؟ لا يا حاج، لا، كل واحد يجيب ازازته جنب الملعب. لما حضرتك تبقى عايزه تشربي اشربي من غير ما تقولي لي، والتمرين شغال. طيب فترات الراحه اللي جوه التمرين اللي انت متقسمها في الصيف غير في الشتاء، بتمرن في صاله ولا بتمرن في ملعب مفتوح؟ بتختلف نظرا لان انت عندك معلومه في الفسيولوجيا الرياضيه. تمام. طبعا الاقتصاديه في بذل الجهد والوقت والمال في التدريب والمنافسه، زي ما حضرتك انت ماشي في طريق قاعد تجيب دريلات وقاعد تجيب خطط وقاعد وقاعد وقاعد، وفي الاخر انت مش باني البنى بتاعك كويس. في وقت من الاوقات هتلاقي حضرتك ضيعت مجهودك كله في سنه بحالها ما خدتش منها خبرات. انما هي الخبرات يعني ايه؟ يعني انا عارف انا مشيت في الطريق ده قبل كده لقيت ان عندي مشكله 1 2 3، السنه اللي بعديها الراجل الذكي هو اللي ما يقعش في المشكله بتاعت 1 2 3، فتجي له واحده رابعه فيبدا يحلها. يبقى مدى الخبرات اللي انت بتاخدها كل سنه لازم تتطور. لو انت كل سنه ما بتتطورش تعرف ان انت عندك مشكله. تطور في الجزء البدني، تطور في الجزء المهاري، تطور في الجزء القطري، تطور في الجزء بتاع الناس. يعني مثلا انت شايف ان انت جوه النادي مش محبوب مثلا، او انت في مشكله، يبقى انت لازم عندك في الجزء النفسي والتربوي ده عندك فيه مشكله ممكن احلها. خلاص؟ يبقى انت لازم كل سنه عندك مهم جدا. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم ان انت لازم تعرف نوعيه تغيرات الفسيولوجيه، التمرين ده بتعمله ليه؟ هدفه ايه؟ مهم جدا. البرنامج ده مدته امتى؟ فكل ده تبع فيسيولوجيا رياضه وحركه وحاجه ليها عمليه دلوقتي. ان انت تقنن الاحمال طبعا توزيعها مدار الخطه التدريبيه. مهم جدا موضوع الاختبارات والمقاييس للتشخيص والمتابعه. ايه؟ ليه؟ انا حضرتك جيت عملت اختبار كوب دلوقتي عملت 12 دقيقه، واحد مثلا عمل لي 6 لفات. ايه هي قيمه الرقم بتاع الست لفات ده؟ ولا ليه اي قيمه؟ ولا ليه اي قيمه؟ لان انت حضرتك مش عامل اساس بتاع اول الموسم، ما عملتش اختبار كوبر في اول الموسم فعارف ان هم عملوا 3 ودي بقت 6، او الشهر اللي فات عملوا 4 فانت عارف ان 4 ل6، او الشهر اللي فات عملت 4 والمره دي عملت 4. يبقى انت لازم حضرتك تعمل عمليه متابعه، بدات منين وفي النص عملت فين ونهيت فين. طيب نيجي بقى للتشخيص. يعني ايه؟ يعني انا دخلت في الجيم كده، رحت واحد دخل في الجيم لقيت عنده عضلات الطرف السفليه اقل، عنده مشكله فيها، عنده مشكله في عضلات رفعيه فيرتيكال جامب، ما بينطش، بيجري ما بيفيش سرعات. انا بعمل البرنامج عندي 4 وحدات تدريبيه، اجي في الجزء بتاع الرجلين ده اروح اعمل 5 وحدات 5 مجموعات. الراجل بدل ما يعمل 10 يعمل 12، لان في حاجه اسمها مهمه جدا الفروق الفرديه. موضوع واضح وما فيهوش كلام، فروق فرديه. يعني ما ينفعش حضرتك لو دخل الجيم وكل واحد يشيل له يا جماعه بلاطين ويتكلوا على الله، لان البلاطين دي بالنسبه لي انا حمل عالي بالنسبه لواحد حمل خفيف وبالنسبه لواحد حمل متوسط، لا كل واحد معاه الجدول بتاعه اشتغل. نفس الكلام في الشوتنج، في واحد عنده ميزه وده مهم جدا تبقى عارف ميزه اللعيب بتاعك هو بيشوط منين. هي مش شوط وخلاص، هي مش شوط خلاص ومش شوط مستبات وخلاص، لان انت جوه التمرين جوه الماتش انت بتشوط من الحركه. وكل واحد ليه ميزه، يعني واحد بيشوط من الكورنر، واحد بيشوط شمال البورد، واحد بيشوط يمين البورد، واحد عنده البوست ياخدها يروح شايطها وهو مغمض يجيبها. وامثله كتيره بقى. وانت كراجل كوتش خبرات بقى خلي بالك ده عنده الميديا مان، ده خلي بالك لما بيعمل فكره بيخش بايده الشمال بايده اليمين. انت كراجل مدرب لازم تبقى عارف ميزته. طيب انت لو مش عارف الكلام ده باختبارات يبقى انت بتهرب، يبقى انت بتهرب.
يعني انت مثلا ايه كل اثنين يشوط 10 دقايق ولا اي لا ولا لي اي انما كل اثنين بيشوطوا مع بعض اثنين سبوت جنب بعض من الحركه دقيقه وفي الدقيقه في الدقيقه جبت كام؟ جبت 5. طيب التمرين اللي بعديها جبت 7 يعمل تشخيص ومتابعه لا جاب 6 45 وال 180 جاب 10 يبقى انا حتى وانا بلعب اللعبه الخطه بتاعتي لازم اوديها شمال سبيشال سيتويشن اوديها شمال لان انا عندي داتا اقدر اشتغل بيها فمهم جدا الشغل اللي بره الملعب يخدم اللي جوه الملعب تمام طبعا جزء مهم جدا بس في مشكله بالنسبه للسن بتاع حضراتكم هو اللي هو الانتقاء الرياضي المشكله في الانتقاء الرياضي ان في السن بتاع حضراتكم اللي انتوا بتتعاملوا معاه العلم اختلف فيه شويه يعني ايه يعني كل ما تكبر الاختبارات اللي انت بتعملها تفرق بين الناس انما في السن بتاع 10 و9 و11 و12 ما تفرقش بين الناس لان في مراحل نمو هي لوحديها هتتغير هو لوحده هيتغير انما انت بتاخد الداتا دي عشان تقارن الشخص بنفسه مش بتقارن الشخص عشان تقول ده احسن وده وحش لان حضرتك قدام شويه لما ناخد في مراحل النمو هي الولد من 8 ل 9 ل 10 11 12 هو بيتبني لوحده هو بيتبني لوحده هو النمو بتاعه موجود وممكن واحد يبقى سابق واحد نظرا للعوامل الوراثيه انما انت حضرتك بتاخد الداتا دي ليه؟ عشان تقارن الولد بنفسه بص على حضرتك الشهر اللي فات وانت كنت بتجري كذا طب والنبي الشهر ده بقى عايزك تجري النهارده التراك ده اللي في دون دورة في وقت قد كذا يبقى هو عنده رقم يشتغل بيه هو بيشغل دماغه وده هنتكلم فيه الاربع نقط دولت لو حضرتك مش عارف الاربع نقط دولت يبقى في مشكله مهم جدا تجمع داتا في الاربع نقط دول تعرف ايه المجموعات العضليه اللي شغاله وانا بشوط ايه اللي بيحصل وانا بجري ايه هي المجموعات اللي شغاله ايه هي العضلات اللي شغاله في الباسكت بول ما العضلات بتاعت الجسم كلها شغاله ولما بتيجي تقسم برامج التقويه او القوه العضليه بتاعه العضلات فانت اول مجموعه بتشتغل جنرال المجموعه كلها المجموعه الثانيه بتشتغل على السبيسيفيك ماسلز او العضلات التخصصيه اللي انت لازم تبقى عارفها ومش هتعرفها الا اذا كان عندك داتا تعرف وهقول لكم انا عملت ايه برضو في الجزئيه دي انا كل ده جزء نظري وهقلب عملي عشان اقول لكم ازاي تطبق النظري تحطه في العمل. الانقباضات العضليه عندنا 5-6 انواع في الانقباضات العضليه، انه نوع انقباض عضلي تشتغل؟ يعني مثلا بتاع المصارع اللي بيخبطوا مع بعض ويوقفوا بعض ده انقباض عضلي ثابت. ما عندناش في الباسكت فيه. تمام؟ عندنا مثلا انقباض مثلا مركزي. عندنا في الباسكت فيه. عندنا حاجات بلومتري. اللي هو تنزل انقباض في انبساط في انقباض عندنا انت بقى فين لازم حضراتكم تبقى عارف مصدر الطاقه الرئيسي هنتكلم برضو فيها احنا عندنا ثلاث مصادر بتطلع مصادر الطاقه احنا انه حاجه في الثلاثه ونتمرن بيها ازاي رقم 4 الاصابات الشائعه دي اللي هي نقاط الضعف عند اللاعبين وانا يعني متعمد اكتب نقاط الضعف عند اللاعبين عارفين حضراتكم الاصابات الشائعه يعني الاصابات الشائعه يعني مثلا لعيب عنده سبرين انكل انا عارف ان اللعيب ده عنده سبرين انكل يبقى وانا بشتغل وهو سليم بعمل له برامج وقايه وهو سليم مش لما يتعور ان هو لما يجي يشتغل تدريبات الانكل ازود له مجموعتين عنده على الشمال عنده السبرين انكل بيجي له شمال حضرتك بنشتغل 4 مجموعات حضرتك تشتغل على الشمال 5 عنده عضلات ضهر واغلب اللعيبه عنده عضلات في الضهر وهنتكلم برضه في موضوع الضهر ده هنتكلم فيه انا قبل وهو سليم في مجموعات الضهر هنشتغل 1-2-3-4 زياده كل ده انت بتعمل له وقايه طيب ده لو واحد عنده اصابه طب افرض انا ولاد صغيرين من الاول مفيش حد متصاب ولا حاجه حضرتك لازم تبقى عارف ان احنا مثلا عندنا بخبراتك طبعا كمدرب كبير او لعيب وان انت شفت ان احنا عندنا سبلي انكل عندنا رباط صليبي عندنا في عضلات الضهر عندنا مثلا في حاجه في الكتف يبقى انت من الاول وانت بتبني الولاد الصغيرين تخلي بالك من المجموعات العضليه اللي شغاله في الاصابه دي عشان تحميه ممكن حضرتك ما تجريش ثمان الموضوع دوت ممكن ما تبانش عندك بس انا بقول لك قدام هيعرفوا قيمه اللي انت عملته ولما تفهم الولد الصغير ان القصه دي 1-2-3 لما يكبر يطلع لعيب محترم يطلع لعيب كويس
يعني على سبيل المثال ومعلش يعني الراجل المحترم ما ينفعش يشتم قدام الولد الصغير، ما ينفعش يشتم تشتم حكم او تشتم مدرب او تشتم لعيب في الولد الصغير، لان خلي بالك انت الوحيد اللي هتاثر فيه، انت الوحيد اللي هتاثر فيه. ما ينفعش تمسك مدرب زميلك وهو واقف مثلا ويقول لك يا عم مدرب ملوش لازمه ده، ويبقى هو مثلا مرنه السنه اللي فاتت، يا عم هو ده فاهم حاجه، يا عم صل على النبي. ما ينفعش حتى لو كلامك صح، حتى لو كلامك صح. ليه؟ الولد هياخد منك ان هو يبقى ان ملوش كبير، واللي علمه اللي فات ده لغاه، وهيجي واحد مدرب بعديك هيعمل فيك نفس اللي انت عملته. فالولد الصغير هنا بيبقى عنده مشكله. تمام؟ ده بالنسبه لنا. طيب احنا عندنا، انا قدامي بالظبط 5 دقايق في النظر دي، ويعني وبعد كده هخش في حاجه اعملها عشان ما تتضايقوش مني، عشان يبقى انا كلامي واضح. الاي تي بي دوت هو البنزين بتاعنا. الاي تي بي ده هو البنزين بتاعنا. انا عايزكم تعرفوا الثلاث مصطلحات بس مع الاربع معلومات اللي قدامي، يبقى خلصنا الجزء بتاع الفسيولوجي. معلومات يعني اللي عارفها عارفها، من اللي مش عارفها برضو ايه يبقى سمعها. الاي تي بي هو اختصار ادينوزين تراي فوسفيت، تمام، اللي هو ثلاثي فوسفات الادينوزين. حضراتكم بس اعرفوا الاي تي بي ان ده المصدر بتاع البنزين بتاع جسمي، سهله، مش عايزين اكتر من كده، ما تتعبش نفسك. اي تي بي اللي هو الاختصار بتاع ادينوزين تراي فوسفات، هو ده اللي احنا بنلف في الاخر انه ده يزود لنا بنزين العرق. لما بينشطر جوه الجسم يعمل اي تي بي، تمام تمام، يشتغل ثنائي، بدل كان الاول تراي دلوقتي بقى ثنائي. المصطلح الثاني الفسفوكرياتين البي سي، ده 3 مصطلحات لازم حضراتكم تبقوا يعني معلومات ممكن تفيدكم، لان بعد كده قدام لما نشتغل بقى في الباسكت لازم حضراتكم تبقوا عارفين الـ3 مصطلحات دول. زي ما انتم شايفين حضراتكم ده الانشطار بتاع الكيميكال ستراكشر، اللي هي التركيب الكيميائي بتاع الاي تي بي والاي دي بي والسي بي، وانا مش هتكلم فيها برضو عشان ما اغوطش، عشان الناس ما تزهقش مني. وده اللي بيعمل الانرجي جوه الانقباض العضلي، هو ده المصدر الاساسي بتاع الانقباض العضلي، تمام. فده شكل مهم جدا يلخص لك الجزء بتاع نظم انتاج الطاقه. احنا عندنا عشان نعمل الاي تي بي اللي فوق، في عندنا مصدر او نظام هوائي، وعندنا مصدرين لا هوائي فوسفاتي وحمي، تمام. احنا فين في الثلاثة؟ احنا في الجزء اللاكتيكي اللي هو الحمضي، الجزء اللي احنا بنشتغل فيه في الباسكت بول. طيب ودي حضرتك رسومات توضيحية للجزء بتاع الاي تي بي ازاي بيبدا، والفسفوكرياتين والكلام ده انا مش عايز اتكلم فيه عشان برضو الناس ما تزهقش. ودي حضراتكم مقارنه بين الـ3 نظم، برضو مش عايز اتكلم فيه لان هو ده برضو كلام تخصصي شويه، بس انا برضو بوريه لكم عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين. احنا في الباسكت بول عندنا زي ما انتم حضرتك شايفين كده، في الجزء اللاهوائي 90 وفي الجزء الهوائي 10. يبقى احنا عندنا معلومه ان احنا في الباسكت بول شغلنا لهوائي، تمام. واحد مقسمها تاني، احنا في الباسكت بول حضراتكم لما تشوفوا هنا في الاي تي بي، عشان كده انا شرحت الاول، لو جبت الجدول ده حضرتك مش عارف الاي تي بي دوت والسي بي دوت واللاكت ده، ما تبقاش فاهم الجدول ده. الراجل ده مقسمهم 60 20 20 بنسب مئويه. خلي بالكم النظم دي كلها متداخله، في ناس بتتخيل ان دي حاجه مفصوله، يعني ده لوحده كده وده لوحده كده وده لوحده كده. لا، النظم انتاج الطاقه اللي بتعمل اي تي بي كلها متداخله ولكنها بنسب. ومش كلنا لما باجي اشتغل، انا معنى ان انا بشتغل في الاي تي بي بي سي دوت مثلا او اللاكتيك دوت 60%، ان اول ما اشتغل البرنامج بتاعي بشتغل عليه. انت حضرتك مثلا لما الموتور بتاع العربيه يفوت يقول لك عفوا العربيه في التليين مثلا. احنا عندنا لعيب الباسكت بيبدا بشغل هواء، مع العلم ان اللعبه مش هوائيه، بتبدا هوائي مع العلم ان اللعبه مش هوائيه، لكن انت بتجهز القلب والرئتين للاحمال اللي لا هوائيه. ده كلام بالراحه كده من غير ما ما نخش في التفاصيل. انت حضرتك عايز توصل القلب والرئتين يشتغلوا في شغل لا هوائي، فلازم تعمل لهم تاسيس الاول في الشغل الهوائي، وبعد كده يشتغلوا في اللاهوائي، وبعد كده تزود شده المتغيرات على القلب والرئتين عشان يقدروا يشتغلوا مع متطلبات
الجيم بتاع الباسكت بول ده حضراتكم تقسيم تاني للاناليسز بتاع الفسيولوجي زي ما حضراتكم شايفين كده. دي تلات نظم انتاج الطاقه وكل واحده نسبه اسهاماتها في الباسكت بول. طيب نيجي الموضوع بقى مهم وارجو ان حضراتكم اللي معاه ورقه وقلم يطلع ويكتب معايا بعد. احنا عايزين دلوقتي نسال سؤال، هو تقدر حضرتك تحدد جوه الوحده التدريبيه انت شغال بقى انه نظام شغال هوائي شغال لا هوائي ولا واخدها كده استمرار؟ طيب اتفضل. اتفضل قول. حسب الرياضه اللي انا حاطط، حسب التمرين اللي انا مش عارف تمام، حسب الوقت والله تمرينها واستمرارها هما جميعا. انا هديك طريقه دلوقتي تبص عليها، كلامك مظبوط، تبص عليها تعمل واحده تدريبيه وتعرف انت كفسيولوجي ك ك ك كنبضات انت شغال فين. تمام، انت حضرتك ممكن تقنن حمل التدريب باستخدام النبض، باستخدام النبض اثناء الوحده التدريبيه. تمام، عشان تحدد الهدف وانت متوقع امتى التمرين. طيب انا عملت تمرين، الشده بتاعتها ايه؟ التمرين اهي عملت ورمنج اب مجموعتين تحت الباسكت لير ورحت عامل استرتشات ورحت عامل ترانزيشن وهديكم مثال الكلام دوت. تمام، طيب دي هنا طرق قياس النبض مهم جدا تعمل. طيب واحد يا عم انا لسه بمسك كل واحد ده ولا واحد يقعد يقيس النبض وبتاع، ما بلاش شغل بتاع الدكاتره ده، ما ضربوش قلبنا، خلينا على ارض الواقع، كلام مظبوط. بس خلي بالكم بعد اذنك اسف بس عشان ما نتوهش، بس انا اسف الكلام ده هو تاكيدا للشغل. انا اسف اللي احنا كلمناه امبارح انك انت حتى في البول هاندلنج في المهارات البسيطه البسيطه والمركبه تستطيع ان تؤدي مخلقات الطاقه بالصوره اللي انت عايزها. تمام، يعني عشان بس ما نتوهش، انا اسف لان انا امبارح احنا قلنا يا دكتور بعد اذن حضرتك وده حتى حضرتك عشان بس ما انا قريت لحضرتك كتير فيها اتعلمت من حضرتك فيها كتير اي فانا لا. يعني مثلا بعمل بول هاندلنج في اداء اقول اداء بسيط او ادي على مهلك الاول لغايه ما يكتسب، وانا دخلت فهوائي ولا هوائي؟ لا هواء، لانه بيستدين بكميه كبيره من الاكسجين في وقت هادي بدون انسي بدون شده عاليه. فلما تيجي بقى على الحاجات المركبه اللي فيها شده عاليه جدا بقدر اقول ايه بقى؟ انا هستخدم الاداءات الفنيه المركبه ب 80% من سرعتك، يبقى انت بتادي ب 80% من سرعتك زي وورك هارد. اوكي؟ وورك هارد يعني انت بتحمل على الجسم عشان يزيد عدد اداءات القلب، وبالتالي يبقى الشده عاليه ولا شده متوسطه؟ شده عاليه، يبقى لما تكون الشده عاليه والوقت قليل يبقى انت دخلت انروبيك تريننج. انروبيك تريننج، فلما كنت بدي امبارح تكرارات يا كوتش قلت هندي تكرارات حركيه بسيطه ثم ننتقل لشده عاليه، فالتكرارات المركبه بسرعه تبقى احنا دخلنا في انروبيك تريننج. هو ده صح ولا غلط؟ عشان بس نبقى متفقين، انا باكد لان انا الحمد لله متقنها كويس قوي من خلال معاشرتي مع الدكتور حامد وعمر تدريبي. الله يكرمك. عشان بس ما حدش يتوه يا جماعه. الله يكرمك. شكرا. تمام؟ طيب. احنا هنقسم التمرينات اللي احنا بنعملها لثلاث مستويات. المستوى الاول اللي هي فيه لما تيجي تعمل برونه ونشاطه وتوافق، المستوى الاول ده من 120 ل 150 نقطه. المستوى الثاني تحملات هوائي ولا هوائي، ده مستوى ثاني من 150 ل 180 نقطه. والمستوى الثالث اللي هو فيه السرعه وقوه مميزه بسرعه من 180 ل 210 نقطه. يبقى المعلومه خلي بالكم، انا ممكن اعمل نفس التمرين كهدف اغير فيه الحمل التدريبي. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا بعمل شوتينج، ايه الفرق ان انا اخلي المجموعه دي كده وخلي اول واحد مع كوره واحد مع كوره ودول الثلاثه معاهم كوره وهنا مجموعتين برضو دي معاها كوره وده معاه كوره، وايه الفرق ان انا اخلي دولت ثلاث مجموعات واخلي هنا كوره واخلي هنا كوره واخلي هنا كوره؟ نوع العمل حضرتك الاولانيه اللي مجموعتين اللي هتعمل ويف مثلا او هيعمل ويف واس وليه هو اللي هيرجع مع الاثنين.
يبقى ده واحد هيطلع مع الاثنين. انما لو هما ثلاثة هتروح ثلاثة واللي في النص هتطلع مع الاثنين هيروح ثلاثة. ده حمل تدريبي ده غير ده. ده حمل تدريبي تمرين شوت من حركة. ده حمل تدريبي ده غير ده. الحاجة التانية تفرق ان انا اوقف واحد اثنين ثلاثة او اوقف واحد اثنين او اوقف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. مش حسب العدد، حسب ما انا عايز ايه. في فرق ان انا اقف رقم خمسة واستريح اربعة قدام فترة الراحة، وفي فرق ان انا عايز ازود التمرين واخليهم اثنين، وفي فرق ان انا اخليهم ستة مجموعتين في الكورنر كل واحد واخد الكرة اللي يلا. وعبال ما يجي دوره بدل ما اقول له استريح، لا هو لوحده هيستريح. عشان كده اللعيب اللي ينزل جوه الملعب ويشتغل بالراحة لازم تشده. ليه؟ لانه خد الريكفري بتاعه في الخمسة اللي واقفين، هيبقى واقف خمسة ويخش التمرين يعمل بالراحة ويوقف خمسة الناحية التانية لعدهم في بتحصل. انما لو شغال اتنين 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 وهيشتغل ممكن تغمض عينك شوية. خلي بالكوا بقى من ايه؟ من السنس بتاع المدرب. انا عارف انا عايز ايه؟ انا اتنين واتنين واشتغل لاربع خمس مرات وبدأ ايه؟ سرعته تقل شوية. ما تدبوش بقى، ما انت مزود الشد اصلا، انت مزود شد التمرين حسب مكان الوحدة التدريبية اللي انت بتعملها. فيبقى حتى شكل التمرين وانت واقف، نوع التمرين في الشوتنج اللي انت شايفه مهم جدا تبقى واخد بالك انت عامله ليه. هل هو هدف تعليمي؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش. لو انت بتعلم انا بقول لك الكلام ده ما ينفعش. خلص واقف سبق طلع شاي طيب كتفك بتاع تمام شويه بالدريبل تبدا ايه خلاص وصلت للمستوى العالي تبدا تشتغل في الجزئيه دي. بس انا بوريكم امتى ازاي تفرق بين الثلاث مستويات. ممكن يبقى تمرين واحد وتشتغله بالثلاثه، تخليه خفيف وتخليه حمله عالي فتخليه في المستوى الثاني، وممكن تخليه بسرعات تخليه في المستوى الثالث. يبقى احنا التمرينات اللي عندنا هتقسمهم لثلاثه. في تمرين بتعمل 120 150، المجموعه الثانيه بتعمل 150 180، ومن 180 و210. مش لازم تحبكها قوي. يعني ايه هو التمرين ده بقى انا احطه في واحد ولا اثنين ولا اثنين ولا ثلاثه؟ انت وجهه نظرك ايه؟ لان وجهه نظرك دي هتبقى ثابته على طول الموسم. انا شايف ان التمرين ده في المرحله ده في مستوى اثنين، يا سيدي انا مش انا حاطه بالنسبه لي في الفريق رقم ثلاثه، مش غلط. انا حاطه بالنسبه لي فرقه اعلى شويه حاطه رقم واحد وعند تمرينات اصعب شويه. ماشي. فحتى وانت بتشتغل في دريلاتك تبقى عارف هو تقسيمة الدريلات دي صعوبتها من اسهل للاصعب ازاي. يبقى عندنا اول خطوه عندنا ثلاث مستويات من التمرينات بالنبض من 120 ل 150، من 150 ل 180، ومن 180 ل 210. طيب تقسم كل مستوى ل 10 اقسام، وكل مستوى من زي ما حضراتكم شايفين كده ان انت هتلاقي مثلا الجزء الاولاني من 120 ل 150 يعني 30. لما تقسمه 10 اقسام يعني كل مستوى فيه 3 نبضات. يبقى المستوى الاولاني 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 10. كل مستوى 3 3 3 3 3 هتلاقي المستوى خلص. المستوى الثاني بدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هتلاقي المستوى خلص. 1 2 3 لغايه 10 هتلاقي المستوى خلص. وتبدا تحط تحت كل واحده من دولت النبضات بتاعتها. سهل كده يا جماعه؟ في مشاكل في الكلام ده؟ مفيش مشاكل. انا خلي بالكم انا بعد كده موضح بالجداول بالرسم، فانا جاي لكم جاهز يعني. فانا هقول يعني لما اخلص خالص ولما ما فهمتش عادة تاني. تمام؟ يبقى المستوى الاولاني واحد عندنا 10 حاجات جنبه، النبض 3 في 10 قد كده النبضات خلصت. نبدا نص 5 من 10 ونزود 1 من 10، يبقى اول عمود 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10 لغايه ما نخلص. لما تخلص المستوى الاولاني هيخلص 1.4 من 10. طيب المستوى نيجي بقى نبص على الجدول ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه. ده المستوى الاولاني ادي الاول دريل هنا، المستوى الثاني هنا، المستوى الثالث هنا، وكل مستوى عنده قدامه اثنين صفين كده، وهنا دولت 10 10 دولت 9. انا بقول لحضراتكم 10 اسف، هتلاقي في 7 هنا دي غلط، 7 8 9 هتلاقي دولت ايه 10 مستويات. طيب حضرتك تجيب في المستوى ال 10 دولت كده، دولت هنا 7 انا اسف، دي 7 8 9 10 عشان بس تبقى انتوا عارفين. تيجي تحط 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10 لغايه 1.4 من 10. تيجي هنا 1.5 لغايه 2.4 من 10.
تبدا من 5 من 10 يخلص لغايه 3.4 من 10. يبقى عندك المستوى ده خلص 1.4 من 10 2.4 من 10 3.4 من 10. طيب تيجي نحط بعد كده النبضات. النبض التمرين الشغل الهوائي اللي هو الحمل الخفيف اللي انت بتسخن بيه وبتعمل بيه رشاقه وتدفقات بيبدا من 120 ل 3، يعني 3 نبضات 120 121 122 لغايه ما هتلاقي هنا 3 147 148 149 نفس الكلام 3 هنا 3 هنا 3 هنا لغايه ما يخلص هنا. هتبدا من 180 3 180 181 182 لغايه ما يخلص من لغايه 209 لغايه ما حضراتكم يبان عندكم الجدول الختامي دوت. كده انتوا حضراتكم عرفتوا الجدول ده جه ازاي، ولو حطيت الجدول ده كده من الاول حضراتكم مش هتبقى فاهم ايه الخطوات اللي خلى الجدول ده بالطريقه دي. حلو كده بقى جدول قدامي، بقى جدول قدامي. تعالى نعمل ده الجزء النظري اللي حضراتكم بنقول عليه ان القسم الاول بدا من 1.5 وينتهي ب 2.4 من 10، القسم الثالث يبدا 3.4 من 10. تعالى في الجزء ايه بقى المهم، عندي تمرينه، عندي الزمن الكلي للتمرينه رقم تمام، عندي في التمرينه 5 دريلات انا اسف 6 دريلات متقسمين 1 في المستوى الاول 4 في المستوى الثاني 1 في المستوى الثالث. يبقى انا عندي 4 ازمنه، عندي الزمن بتاع الوحده كلها، وعندي زمن التمرينات بتاع المستوى الاول، وعندي زمن التمرينات بتاع المستوى الثاني، وعندي زمن التمرينات بتاع المستوى الثالث. خلي بالكم انا عامل في الاخر واحده تدريبيه وعاملها عشان برضو الناس ما ايه ما تنامش مني. انا عارف بس الداتا دي ولا مش الداتا دي في اي وقت حاضر يعني ده كله مفيش مشكله بالنسبه لي، وبالتالي الناس بتصور يعني زي الفل تمام. وبعد كده هنجيب زمن المستوى الاول. انا عندي تمرين في مستوى الاول عملته 20 دقيقه، هو تمرين واحد اللي سخنت بيه، هروح ضارب زمنه في 1.4 من 10. عملت المستوى الثاني عملت اربع تمرينات، كل تمرينه مثلا 15 دقيقه 4 في 15 ساعه، هروح ضاربه في 2.4 من 10. عملت تمرينه واحد سكريمتش في الاخر باور فورم فور بريشر فور كورت بتاع، عملته 15 دقيقه ضربته في 3.4. بقى عندي المستوى الاول واخد درجه، المستوى الثاني واخد درجه، المستوى الثالث واخد درجه. اجمع كل الكلام ده واقسمه على زمن التمرين يطلع لي رقم. اروح في الرقم اللي طلع لي ده هيجي لي في الجدول اللي انا عامله هيجي لي الرقم ده هنا. يبقى التمرينه دي هوائي، الرقم ده جالي هنا، يبقى ده شغل لا هوائي لا بتيجي. الشغل جالي هنا ده حمل اقصى. واحد يقول انا مش فاهم الكلام ده، اي حاجه الكلام ده لما اخذ كله في الاقصى انا مش فاهم حاجه. انا بقول لك انا مدرب الباسكت، انا يعني انا جاي انا مدرب باسكت، انا الكلام ده مش فاهم والكلام ده مش داخل في دماغي تمام. تعال نطبق صح، مش هو الورق ولا انا خلي بالكم ما بتزعلش، انا عم بتزعل ناس كتير بس الورق ولا ما بتزعلش تمام. نبدا نخش على مجموعه درجه على مجموعه الزمن، كل ده كلام بتاع تربيه رياضيه بتاع دكاتره هتقعدوا تقرفونا ونظري مالناش في الواقع. طيب تعال نبص على القصه دي. انا عملت مثال لوحده تدريبيه، عندك جزء تمهيدي، عندك سخنت 15 دقيقه بالاسترتشات بالحكايه بالروايه. طبعا حضراتكم عارفين لازم، وده عشان مش ما بحبش اتكلم يعني، الوحده التدريبيه لازم حضرتك لما تيجي تعمل وحده تدريبيه تقسمها لثلاث اجزاء، جزء تمهيدي وجزء رئيسي وجزء خفي. والجزء الرئيسي ده حسب حضرتك انت عايز تعمل ايه، هل هو هدف بدني ولا مهاري ولا مهاري بدني ولا خلاص زي ما حضرتك تشوف يعني زي ما حضرتك تبقى شايف. انا عملت تمرين ايه، عملت جزء تمهيدي سخنت 15 دقيقه، عملت فاست بريك 20 دقيقه، عملت شوتنج 15 دقيقه، عملت تمرين 3 اون 2 بلس 1 زي ما حضراتكم عارفين ان هو بيقف في نص الملعب مجموعتين يروحوا ثلاثه، ولما تعدي نص الملعب تروح جاريه فيعمل 3 اون 3 تمام. ده تمرين، وعملت تمرين شوتنج كل اثنين مع بعض. التمرين الاولاني اني عملت تمرين بتاع 5 فول، التمرين الثاني رحت واخد كل اثنين رحت شايطين مع بعض. وبعد كده الجزء الختامي استرتشات تمرينات شوتنج بالراحه بتاع 10 دقائق. طيب رحت انا مجمع